الأب كما قلنا قبل قليل والجد يرثان مرة بالتعصيب ومرة بالفرض ومرة بالفرض والتعصيب، مرة بالتعصيب مرة بالفرض مرة بالفرض مع التعصيب. يرث بالفرض إذا كان هناك ابن أو ابن ابن، إذا كان الميت عنده ابن فأبوه يرث بالسدس بس ما له سدس، لأن هناك عصبة أقوى منه وهو الابن، الابن عصوبته أقوى من الأب. وإذا ترتيب العصوبة أبوة بنوة أخوة عمومة، أبوة بنوة أبوة أخوة عمومة، هذا ترتيب العصبات في الميراث. فهنا يقول الابن أقوى من الأب، فإذا الابن موجود أو ابن الابن موجود على طول الأب نقول له لك السدس، والباقي لا في أقوى منك، الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي، ابن الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي. واضح الصورة؟ إذن يرث السدس فقط إذا كان هناك ابن أو ابن ابن، يرث السدس. يرث الباقي إذا ما كان في فروع، ما في لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ما في فروع وارثة، هنا الأب يقول له أخذ حقوقكم وأنا أخذ الباقي، فيأخذ الباقي، فيأخذ. إذا لا يرث إلا بالتعصيب، إذا ما في فرع وارث الأب يرث بالتعصيب يأخذ الباقي. إذا في فرع وارث أنثى وليس ذكر، في بنت أو بنت ابن يسمونه فرع وارث أنثى، فهنا أول شيء يأخذ السدس ثم ينتظر، إذا في باقي أيضا يأخذه، يأخذ الباقي. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الأب والجد مثله، يقول الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، تماما الجد كذلك، إما أن يرث بالتعصيب فقط يأخذ الباقي إذا ما في فرع وارث، أو يرث بالفرض إذا في أصل وارث ذكر اللي هو الفرع الوارث ذكر ابن أو ابن ابن فيأخذ السدس ويمشي، أو يأخذ الباقي يأخذ السدس وينتظر يمكن يطلع له باقي إذا كان فيه فرع وارث أنثى، فرع وارث أنثى فهنا يأخذ السدس ثم ينتظر إذا بقي شيء أيضا يأخذه. يعني مثال لو مات ميت عن ابن وبنت وأب، بنته وابنه وأبوه، زوجته ميتة أمه ميتة، لكن الموجودين ابنه وبنته وأبوه، الأبو على طول تعطي السدس تقول له مع السلامة، ثم الباقي للذكر مثل حظي الأنثيين. مات ميت عن بنت وأب، بنت وأب بس، بنته وأبوه، ما عنده أخوان ما عنده عيال غير هالبنت، زوجته توفية أمه متوفية، بس أبوه وبنته، ممكن؟ ممكن. طيب البنت تأخذ النص والأب يأخذ الباقي، عفوا ابنه وبنته، البنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا، اللي باقي السدسين اللي تكملت النص. زين، فهنا البنت تأخذ النص الأب يأخذ السدس، بعدين يقول بقى شيء، يقول بقى عطوني إياه، يرد يأخذ الباقي، فهنا ورث بإيش؟ بالفرض والتعصيب. يرث بالتعصيب إذا مات ميت ليس عنده زوجته وأبوه، بس زوجته وأبوه، نقول الزوجة تعالي ما في عند عيال أخذ الربع، الأب هنا يقول يا أنا أخذ الباقي الثالث أربع، لأنه يرث إيش؟ بالتعصيب فقط. واضح الصورة إن شاء الله. فإذا والجد مثله، والجد مثله، إذا الأب إما أن يرث بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، أو يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى، يرث بالتعصيب مع عدم وجود فرع وارث، مع عدم وجود فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب. والجد والأب سواء إلا في أشياء معينة يختلف فيها الجد عن الأب. نعم.